اللواء هاني بيرد ولا اللواء عبد الفتاح عثمان بيرد. خلونا نحاول نعرف ايه المتاح من تفاصيل من الاستاذ يسري البدري رئيس قسم الحوادث في جريده المصري اليوم. استاذ يسري، يعني عناوين سريعه، ايه الموضوع النهارده؟ عدد لو نبدا من قلب الدلتا، عايز ابدا من طنطا. طنطا تقريبا فيها ثلاث قنابل وقنبله في المحله، يعني اربعه في محافظه الغربيه، صحيح؟ بالفعل يا فندم. طيب حطيني بقى في تفاصيل اليوم كده. قبل ما نبدا من طنطا هنروح الزقازيق. الساعه 1 الفجر النهارده الفجر كان في محاوله من جماعه ارهابيه ان هي تاثر على المصريين، تحاول ان هي تعكنن على المصريين في اليوم الاول في الدراسه. عبوات ناتفه تم زرعها في محطه الزقازيق على قضبان السكه الحديد، عملت قطعه القضبان مساحته مترين في محاوله ان احنا تكون في كارثه في السكه الحديد. الاجهزه الامنيه نقلت ومنعت القطارات من المرور وتفادت ازمه كبيره كانت الفجر. بعديها بساعات كان التفجير اللي هو في محيط شارع 26 يوليو على بعد امتار من وزاره الخارجيه، ومن قريب قوي من الباب الخلفي لوزاره الخارجيه قدام مسجد السلطان ابو العلا. تمام. بعدها بشويه كانت العبوات الناسفه اللي موجوده في طنطا. ده يقول لنا المدلول اليوم النهارده ايه؟ ان هو اليوم الفعلي لبدايه الدراسه النهارده توقيتات متزامنه لعمليات ارهابيه تحمل بصمات واضحه لهذه الجماعه الارهابيه ايا كان المسميات. الان انا بتكلم مع حضرتك يا استاذه اماني، مجموعه من اجناد مصر او جماعه اجناد مصر بتعلن مسؤوليتها عن التفجير الارهابي اللي وقع في محيط وزاره الخارجيه النهارده، واللي اسفر عن 2 شهداء، الاول منهم مقدم في اداره المرافق والثاني ضابط موجود بإدارة الفنادق منتدب للعمل بمديرية أمن القاهرة، وأحد الشهود الرئيسيين في قضية اقتحام سجن وادي النطرون اللي هو المقدم محمد محمود أبو سريع. تمام. أحد الشهود الرئيسيين في هذه القضية، واحد من ضمن الناس اللي أعد أدلة دامغة وتصور مستندات شهد بيها قدام المستشار الفاضل خالد محجوب، وشهد بيها قدام المستشار شعبان الشامي اللي بيحاكم محمد مرسي واخرين في اقتحام السجون. تحديدا الضابط ده كان رئيس مباحث سجن وادي النطرون اللي احنا بنقول عليه 430 اللي كان فيه محبوس قيادات الاخوان. صور مقاطع فيديو للهروب وموجوده قدام المستشار الفاضل خالد محبوب، واللي احال به هذه القضيه الى النيابه العامه. احنا قدام 2 من الشهداء من رجال وزاره الداخليه بيضحوا بارواحهم اليوم بسبب عبوه بدائيه وفقا للتقرير المعمل الجنائي ورجال المفرقعات اللي انتهى منذ لحظات من تقرير مبدئي ان هذه العبوه تتشابه تماما مع عبوه اخرى استهدفت العميد طارق المرجاوي قدام جامعه القاهره قدام كليه الهندسه. لما يجي دلوقتي ونربط الربط ده انه اجناد مصر بتعلن مسؤوليتها عن هذا، لا احنا مش هنقف قدام مسميات اجناد مصر ولا بيت مقدس ولا قاعدة. هذه الفصائل كلها خرجت من رحم جماعة الإخوان الإرهابية التنظيم. بس لحضرتك بتلفت نظرنا إليه، ده شديد الأهمية. يعني دلوقتي بعد المعمل الجنائي ما تأكد تكوينة العبوة بتتطابق مع ذاكرتنا ما بتنساهاش بتاعة الشهيد المرجاوي في محيط كلية الهندسة جامعة القاهرة، وغير العميد طارق المرجاوي هناك وقائع أخرى نفس العبوات مكوناتها تي إن تي بمواد يتم زرعها النهارده. هذه العبوة تم زرعها في أحد الأشجار، وإحنا شفنا النهارده في مكان الحادث ومكان الانفجار إن العبوة يعني دمرت سيارة كانت موجودة تحت الشجرة اللي أنهت عليها تماما. طب خليني أسأل حضرتك، هل العملية دي ربما يعني يكون مقصود منها استهداف المقدم محمد محمود ابو سريع علشان اللي ذكرته لينا من انه كان رئيس مباحث وقت عمليه الهروب الكبير للسجن 430
عمليه هروب وادي النطرون، ولا المساله يعني مش ده الهدف؟ الهدف والله فريق البحث شغال على الاتجاهين، الاتجاه اللي حضرتك والطرح اللي بتطرحيه انه كل المعطيات في هذه الامور شغالين عليه، لكن هناك طرح اخر ان هذا الكمين هو كمين لمنع عوده الباعه الجائلين، وده كمين اعتاد الوقوف في نفس المكان، وكان المستهدف منه انه هذه المنطقه منطقه شعبيه ومنطقه حيويه ومنطقه مكتظه بالناس. تمام. الهدف منه ان هو يوقع اكبر قدر من الضحايا، لكن في فريق بحث شغال بيستجوب احد العاملين في مسجد السلطان ابو العلا، خاصه ان هناك معلومه مؤكده وصلت لفريق البحث تؤكد ان هناك سيده محجبه او منتقبه طلبت من عامل المسجد الخروج او الصعود لمأذنه المسجد بحجه انها موظفه في وزاره الاثار وانها تريد ان تلتقط بعض الصور للمسجد لاعاده ترميمه. بعد هبوط هذه السيده ونزولها من المأذنه وقع الانفجار بعدها بدقائق، هذه معلومه ايضا مهمه. في معلومه مهمه ارجو من زمايلي يعني كتابتها بجد، لانه ده معناه استاذ يسري، وانا بشكرك بجد شكرا جزيلا، ودايما بتضيف لنا معلومات الاستاذ يسري البدري رئيس قسم الحوادث في جريده المصري اليوم، ان دول اعداء الشعب.